في امبارح يعني مقطع من نشرة الأخبار اللي ذاعته امبارح من المقدمة إذا ماني غلطان، بدنا نجرب تقوله عم بتغني. حلوة بزبط أو لك؟ أكيد لا. هات نجرب. أكيد لا. أكيد لا. إيه؟ عم تمزحوا والله. جربوا هيك مع 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 غنى. شو كيف بيطلع؟ إيه؟ لبسنا العوينات يا شباب. أوكي. هو شو بيقول؟ الألعاب المكشوفة استبقها المنتفضون بالبيانات الشاجبة. أنا بس كنت صغير كنت أحفظ الدرس مغنى، هيك كنت فأحفظ المغنى ما أحفظ الدرس لحنة. فهلا هات لنشوف. بدك شيء حدا يلحقك بشيء؟ بركي بتبلشي وأنا بلحقك. مش هو شي مرة مغنية عربي نحوي؟ ايه مرة كان عندي مشاركة مع الفنان الكبير كاظم الساهر. الموسيقار ببيت الدين. أوكي. غنيت قصيدة أكرهها وأشتهي وصلها، بس مش أخبار. مش أخبار. عيب بدخيلها. جربها طيب. لا 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 ما بتزبط. بصير بدي أقولها بيزنطي أو لحن كنسي. طب ما أقولها أقولها. ما عم نتسلى. والله ما بتطلع؟ ما بتطلع. ما بتطلع. ليش بتطلع؟ فيك تجربي. فيك تجربي. عيب المكشوفة منطفضون. شي هيك من البيت الجاشبة ونزلوا إلى الشوارع وأقفلوا بعض المرافق العامة تحذير للسلطة منهم. هيدي شو مغبة؟ وين؟ أنتم بتحضروا قبل ما مغبت قبل ما تقولوا الأخبار عدم الاستماع للمطالب والأخذ مغبة مغبة الاستماع. لكن في المقابل وكما لا أنا الله لا يسمح ما. بس فيك شوية تلحنة يعني تجربها وتغنيها. شو اللي قلب؟ بيطلع معك نشيد مش أغنية. ايه بيطلع معك مثل النشيد مش أغنية. قولي. ايه في إصرار؟ أنا ربحت. إيه في إصرار. إيه في إصرار. إيه مصر أم ملح؟ ملح. كفيل اللحن. كفيل اللحن إصراراً. اللحن اللي قلتي كافي. وين ما بعرف. الألعاب المكشوفة استبقها المنتفضون بالبيانات. حاسه مثل قداس الروم. قلت لك بقى تطلع بالظبط.